صح الخير، هني جهزت شنطة أغراضي، هاي شنطة الألعاب بتاعتي، وهي دبدوب المفضل لإلي، هاي أغراضنا. واليوم لازم نطلع على رفح بسبب الوضع، صوت الإشباكات وصوت القصف كتير قرب علينا، وصوت الطخ كان قريب علينا كتير، ولازم اليوم نطلع على رفح. وبقولوا إن في مكان في رفح آمن، في كل غزة فيش فيها مكان آمن، وإن شاء الله تصل الحل على خير.